السلام عليكم سماحة الوالد. يقول السائل: في الفترة الأخيرة كثر الطلاق، حتى ذكر المتخصصون في ذلك نسبا كبيرة، فهل من توجيه من فضيلتكم لذلك؟ نعم، كثر الطلاق بسبب النساء، ساءت أخلاقهن وساءت عشرتهن وتكبرن على الأزواج بسبب الدراسة وبسبب الوظيفة وبسبب، فهي صارت كأنها رجل آخر، فلذلك الزوج ما يصبر عليها. الزوج يبي امرأة في طاعته وفي بيته وفي تدبيره وخدمته، فالمرأة الآن استرجلت، هذا سبب الطلاق، هذا هو سبب كثرة الطلاق. نعم، أحسن الله إليكم سماحة. ولينادوم حرية المرأة هو يبونها هالنتيجة السيئة، يبي يفسدون المجتمع. نعم، حرية المرأة عن الشرع وأحكام الله، حريتها فيما شرع الله، هذه هي الحرية، لا في إطلاقها وخروجها على أوامر الشرع، هذه رق ما هي بحرية. نعم.